يلي بدي اقوله اياه للناخب الاشرفية رمال والصيفي انه اليوم انتخب مع الحرية والسيادة والاستقلال، انتخب ضد سلاح حزب الله، انتخب لوطن تكون انت بدك تعمره لاولادك، انتخب لرئيس الجمهورية انه يكون عندك رئيس قوي، انتخب ضد السلاح الفلسطيني، انتخب مع الدولة مع المؤسسات تحت سقف الدستور، ما تخلي حدا يجرك، ما تخلي حدا ياخذك على المهوار. اذا اليوم بدك انت وطن بصورة حضارية، بدك لبنان يضل حضاري بكل الأديان كل الطوائف بكل التعددية، اليوم انت لازم تنزل وتصوت. يعني بدي اقول لك ايه، اذا اليوم انت بدك لبنان يصير في اقتصاد مزدهر، اليوم التربية لبنان تكون بمستوى، الوضع الاجتماعي، البطالة، الهجرة، كل هالأمور تنحل، كمان انتخب ان كان لليحة 14 أدار ببيروت الأولى. اليوم كل واحد قاعد ببيته هلأ، كل واحد بينتخب بالدائرة الأولى، إن كان قاعد بقلب بيروت أو خارج بيروت، بدي أقول له إيه، نزال صوت لميشيل فرعون، لنديم جميل، لجون أوغاسابيون، لسيرج تركيسيون، لنيلة تويني، يلي هن رح يشتغلوا للمنطقة، رح يشتغلوا للبنان، رح يدافعوا عن لبنان العظيم، رح يضلوا ملتزمين، ثابتين اليوم وغدا. انتو بتقرروا مصير هالمعركة، انتو بكرة ما تقولوا لنا ما قلنا لكم شو مشروعهم هن. اذا انتو بدكم لبنان اللي بدكم اياه، لبنان بمسؤوليتكم، بمسؤولية كل صوت، كل صوت مهم على الصناديق، انزلوا مثل ما نزلتوا ب 14 اذار 2005، لانه هيدي ثورة الارز، هاي انتفاضة الاستقلال بمسؤوليتكم، اذا بدكم هيدا لبنان اللي انتو بتحلموا فيه. وان شاء الله نحن نضل معكم على دايما على ذات النمط، نضل مستمرين معكم ونضل ندافع عن لبنان العظيم.